بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان. مثل ما تلاحظون حبيت اصور لكم الحارس تكساس. قبل فترة صورت لكم اياه بالليل، التصوير ما واضح. وهواي اخوان طلبوا من عندي على الواتساب الشكل مالته حتى تكون اوضح. طبعا هذا قلت لكم سبق وقلت لكم حال الياس، فالشي بداعه. طبعا مزروع بتربة صبخة، بهاي الفترة بلشت نعالج بيها، مقاوم جدا للأملاح. هذا الشكل مالته. طبعا تسوي تشكيلات، أي تشكيلة تحب تسويها، ومع كل هذا بتزهير، التزهير مالته كلش راقي. بداية تزهيرة بهالفترة هذه، هاي شوي عليها ظل قوي، فالتزهير لحد الآن ما بلش. أما اللي عندي الموجودات داخل حديقة البيت لا بلش ما شاء الله. شكله كلش حلو، الأوراق مالته ملمسها كلش ناعم. إن شاء الله وحدة الصورة. تحياتي، السلام للجميع.